أهلا بكم في تبتورة رقم 21 في الشابتر رقم 3 البيمز. أول مثال عندنا أو أول تمرين الكانتليفر بيم. عندنا كانتليفر بيم معرض للود بقيمة 250، طول الكانتليفر 4 متر، الكروس سيكشن بتاعه عبارة عن مستطيل 200 في 350 مليمتر، مصنوع من الستيل. طالب منك إن أنت تحسب قيمة الرياكشنات والماكسيموم ديفليكشن وترسم له البندنج مومنت والشير فورس. نبدأ نخش على برنامج الانسز ونفتح قيمة، نفتح الستاتيك ستراكشر. زي ما احنا عارفين ان الماتيريال بتاعتنا ستراكشر ستيل، نبدأ نخش على الجيومتري. ونبدأ نرسم الكانتليفر بيم. في الحالة دي انت عندك كذا طريقة اللي انت تبدأ تعمل الجزء ده. الطريقة الأولانية اللي احنا بدأنا نستخدمها من بداية السيشن اللي احنا اشتغلنا فيه، ان انت اول حاجة تحدد له نقطتين وتوصل بينهم وتعمل له كروس سيكشن. فدي اول طريقة ان شاء الله هنبدأ نشتغل عليها. اول حاجة تحدد له ان الابعاد عندك عبارة عن اليونتس بتاعتك بالمتر، وهتعمل الاكس واي بلان، نعمل سكتش، نعمل لوك ات، والنقطة الأولانية قيمتها 0.0، والنقطة التانية عبارة عن 4 في اتجاه الاكس، والواي والزد بزيرو، ونعمل جنريت، نعمل كونسبت لاين فروم لاينز، ونبدأ نوصل النقطتين ببعض، ونعمل ابلاي، ونعمل جنريت، ونبدأ ندخلها كروس سيكشن عبارة عن مستطيل. الواحدة بتاعت الكروس سيكشن عبارة عن المليمتر، قيمتها 200 في 350، يبقى احنا عندنا هنا 200، نبدأ نكبر ده، ادي 200 في 350، وبعد كده نعمل جنريت ونعرف البارت لاين بودي ان المقطع بتاعه عبارة عن المستطيل. نعمل جنريت ونعمل فيو للكروس سيكشن، يبدأ يظهر لنا الشكل قدامنا. زي ما احنا شايفين ادي الجسم بتاعنا، البيم بتاعنا او الكانتليفر. نقفل ونبدأ نخش على الميكانيكال عشان نبدأ نحط له الباوندر كونديشن. اول حاجه نعرف له الماتيريال بتاعته عباره عن الاستراكشر ستيل، وتاني حاجه نعمله المش، نعمل جنريت مش، ونبدا نعمل بعد كده الباوندري كونديشن. عندك من عندي نقطه تثبيت فيكس سبورت، ونختار النود ونعمل هنا فيكس سبورت، وبعد كده نعمل اللود ونعمل شو مش. اللود محطوط في الاتجاه بتاع زد، نعمل ابلاي، وهنا عشان نبقى واضحين المقطع بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه ده، طبعا عشان هتختلف هنا ايه في المومنت اوف انيشن، فبتختلف في الجزء عندك او الجزء بتاعنا هيكون الكور بتاعتك في الاتجاه الزد. يبقى نعمل كومبوننت، وعندي الزد نختار قيمة اللود ب 2500، بس نحطها بالسالبة ب 2500، ونعمل سولف، اول حاجه هو طالب منك التوتال ديفورميشن او الماكسيمم ديفليكشن.
ونبدأ نطلع لها قيمة الاستريسز عند البندنج مومنت الماكسيموم الماكسيموم بندنج ستريس ونعمل سولف نطلع قيمة التوتال ديفورميشن طلعت معاك 3/10 مليمتر والماكسيموم بندنج ستريس طلع معاك 2.5 ميجا باسكال. ده بالنسبة شغل الكانتليفر. طالب منك حاجات تانية اللي انت تبدأ تطلع له الرياكشنات، هتعمل كليك كيمين، تعمل بروب والفورس رياكشن وتعرف له الفيكس سبورت وتعمل ايفالويت اور ريزلت. جبنا قيمة رياكشنات وبعد كده الراجل طالب منك ترسم له البندنج مومنت. هنبدأ نشوف حاجة جديدة هنا اللي انت بتبدأ تدوس على انسيرت على القائمة بتاعت الموديل. نعمل انسيرت نختار كونستراكشن جيومتري، بعد كده نضغط عليها كليك يمين نعمل انسيرت باص ونختار الباص على الايدج ونحدد هنا الايدج بتاعنا ونعمل سيلكت ابلاي. يبقى احنا كده عملنا له باص على الطول بتاع البيم. نبدا نروح على السوليوشن ونبدا نعمل انسيرت ونعمل بيم ريزلت البندنج مومنت ونحدد له البندنج مومنت عند الباص اللي احنا طالبينه عنده. وايه تاني الطالب عندك؟ الشير فورس عند الباص اللي احنا عاملينه ونضغط باص تمام ونبدا نعمل الشير مومنت جرام ونعمل على الباص ونضغط سولف تمام. يبقى عندي هنا قيمة التوتال بندنج ستريس بندنج مومنت. نبدأ نعرف هنا نخليها بالمتر عشان تبقى الرقم قليل. ادي البندنج مومنت عندك عبارة عن والتوتال شير قيمة التوتال الشير وعندك الشير مومنت دايجرام. بدأ يرسم لك الشير بط دايجرام. طبعا زي ما احنا عارفين اللي هو الرسمة بتاعتها الأساسية معروفة. ادي رسم لك البندنج مومنت والتوتال شير فورس وهنا طلع لك هنا القيم بتاعتك. يبقى هنا في المثال اللي قدام قدرنا نرسم كانتليفر عن طريق النقطة بتاعت البوينتس نقطتين وعملنا له المقطع بتاعه وقدرنا نطلع قيمة الديفليكشن والرياكشنات وشفنا حاجة جديدة اللي هو البندنج مومنت. ازاي نحسب قيمة البندنج مومنت ونحسب القيمة بتاعت البندنج مومنت دايجرام زي ما احنا شايفين وقدرنا نحسبهم كقيم وقدرنا نحسب قيمة وقدرنا نرسم البندنج مومنت دايجرام في التوتوريال رقم 21. ممكن نستخدم طريقة تانية ان شاء الله باذن الله هنحل نفس المثال تاني بس بطريقه اخرى في السيشن القادمه باذن الله.